اهلا بكم كل متابعينا ومتابعي الاهلي الليله. النهارده عندنا فقره مهمه جدا، اولى فقراتنا الحواريه هنتكلم بشكل كبير عن فرقه كره القدم، هنتكلم عن مباراه كامبالا، هنتكلم عن قلقكم اللي انا حاسس بيه والناس بتكلمني واحنا جايين قلقانين شويه على الفرقه، يعني في بعض الاخطاء وارد جدا من ضغط المباراه لكنك في الاخر بتحقق الهدف. الكلام ده واكتر هنسمع اجاباته، اجابات قويه جدا من نجم كبير من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمود صالح. مشرفنا النهارده. الله يخليك يا ذهاب. اخبارك يا كابتن؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله تمام. الشكوى في الفتره الاخيره وانت واحد من مدافعين مصر ومدافعين النادي الاهلي من بعض الاخطاء الدفاعيه، ببدا معاك الحلقه سخن شويه بس مش معقوله يبقى معايا واحده يعني واحد من صخره الدفاع ومدافع كبير جدا وما نقدرش نتكلم على النقطه اللي دايما الناس بتتكلم فيها. يعني انا شايف المشكله مش في مستوى، مش يعني مش في المستوى، يعني لما يكون عندنا مشاكل في يعني في انخفاض مستوى اللاعبين سواء في الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي دي بتبقى في مشكله طبعا لحلها، يعني هل اللعيبه تقدر تصحح الاخطاء دي ولا لا؟ انما الاخطاء انا شايفها تتصحح، يعني شايف يعني التركيز قليل، يعني لازم يكون التركيز يكون اكتر من كده، التنظيم الدفاعي يكون احسن من كده، التوجيهات بين اللاعبين وبعضهم لازم تكون افضل من كده. احنا كنا زمان دايما كان في توجيهات من حراس المرمى، انا شايف حتى لو اللي قدامي دوت كابتن او نجم اكبر مني في الفريق كان في يعني في ساعه صدر دايما انا شايف افضل اوجهه يمين شمال راجل في ظهرك، لازم الحوارات دي تكون موجوده. ما انا مش هسمي يعني انا مش بادي في الملعب بس، او يعني مش هاخد ابص اشوف الموقف ايه وانا اخد قرار ليا بتاعي انا بس، لازم اوجه زميلي، لان احيانا برضو انا ببقى انا كمان ممكن انا في موقف او في موقف دفاع او موقف هجومي انا يعني تركيزي قليل شويه، تحركي مش واضح، محتاج حد يوجهني، يعني انا مش التركيز مش هيكون سليم 100% طول 90 دقيقه طول فتره المباراه. فمهم جدا اللعيبه توجه بعضها، يعني الموضوع ده مهم، يعني انا شايف يمكن الناس بتاخده ايه، احنا بنتكلم في حاجه بسيطه. يجي من انه لاعب في الملعب، يجي من كابتن الفريق، يجي من حارس المرمى لقلبي الدفاع، هي الرؤيه دايما اللي في الخلف بيبقى شايف اكتر دايما، فدايما دي التوجهات تكون من اللعيبه يعني. بس هنا النقطه مهمه جدا، لازم يكون روح اللعيبه مع بعضها كويسه، لازم تقبل النصيحه حتى لو لاعب اصغر مني سنا وانا كابتن كبير في الفريق، لا انا هو في ظهري هو شايف اكتر مني، ممكن التحرك دوت او سواء كوره او من غير كوره مهم جدا التوجهات دي تكون دايما مستمره. حراسه المرمى برضو عليه دور كبير جدا في التوجهات وفي التركيز، برضو انا شايف دي نقصانه. النقطه اللي انا برضو بشوفها انها مؤثره على الاداء الفريق، يعني انا بحسها من خلال الخبره، يعني ان احنا في اجهاد عندنا مفيش شك، يعني احنا دايما كنا بنمر بظروف فترات اجهاد، دايما تلاقي الشوط الاولاني الاداء ضعيف جدا، مفيش تركيز، الاداء بطيء، تحرك خططي مش سليم، حتى الاداء المهاري برضو مش سليم. يجي بقى في الشوط الثاني تلاقي الاداء دايما بيتحسن. انا شايف ده بيبقى اجهاد، يعني في واحد يقول لك لا الاجهاد ده الاجهاد يظهر مع نهايه المباراه، لا الفرق الكبيره المفروض يعني متمرسه والمفروض هي عندها مش خبرات، عندها مخزون من الناحيه البدنيه موجود عندها، لما يتأدي بالشكل ده باداء اقل من مستواه الحقيقي في الشوط الاول والاداء يتحسن في الشوط الثاني، انا شايف اللعيبه فيه اجهاد. يعني انا متاكد من دي، يعني انا بقول رايي قد يحتمل الخطا والصواب، بس انا شايف ان هو يعني رايي فيه صواب يعني. لكن شايف ان اللعيبه مجهده وشايف ان الاخطاء الدفاعيه يعني بتتحل و... هو نوع من يعني هو في موقف دفاع في التمركز في وضع جسمك التشريح، انا ابقى كده ولا ابقى كده ولا ابقى كده، يعني هي سواء من حارس المرمى او كل بس قلت لي جمله مهمه يا كابتن، ان الاخطاء ما بتتكررش، يعني الخطا اللي بيحصل مره ما بتشوفوش تاني. تمام، ودي يعني حاجه دليل، يعني تحس ان الجهاز شغال عليها، ما بيحصل حاجه الجهاز الفني بيشتغل وبيصحح اخطاء. بالظبط، لا يعني في مثلا يعني في تنافس بين الكره بتتلعب طويله، تنافس بين مدافع ومهاجم من الفريق المنافس، هو اسرع فهيسبقه، حلها ايه دي؟ كره عاليه مثلا بين لاعب عندك ولاعب في الفريق المنافس بيجيد ضربات الراس وعنده جامب عالي يركب اللعيب ويلعب بدماغه، طب دي حلها ايه؟ في حاجات ما لهاش حلول يعني، انما في حاجات ليها حلول زي ما قلت لحضرتك كده، التمركز شكل تحركك في الناحيه خصوصا في الناحيه الدفاعيه، على فكره انت لازم كل مش عايز اقول كل ثانيه تقريبا
شكلك بيتغير يعني التمركز لازم يتغير ما يبقاش ثابت. الكره بتتحرك والخصم بيتحرك، لازم مع تحرك الكره وتحرك المنافس لازم الاداء التكتيكي بتاعي يتغير. انا شايف دي بتبقى ببطء قوي يعني، لازم تكون فيها سرعه اكتر تكون فيها سرعه اكتر. ودي انا لو شايف هي بترجع، ممكن يكون اللعيب عنده قصور في فكره تمام يا استاذ ايهاب، وممكن يكون اللعيب ما عندوش تركيز، هو فاهم بس هو مش مركز. تفرق كتير. لو فاهم ومش مركز يبقى الحل سهل، انما عنده قصور في التفكير في القرار بتاعه، هنا بقى تبقى مشكله. كان بلا من الفرق اللي بتأدي بقوه وبتعرف تهدف، يعني هي خسرت 4-3 من الاهلي وخسرانه من الترجي في تونس 4-2، يعني بتعرف تسجل بره وبتنطلق، واضح جدا بيلعبوا بدماغهم حلوه كابتن، بتعمل الكره عرضيه، بيصوبوا من بره، يعني الفرق الافريقيه نادره جدا لما تلاقيهم مظبوطين قوي في حته انهم يخشوا في العرضيات، يصوبوا تصوبات صغيرين واعمارهم في السن بيجروا كتير، فهي فرقه يعني لو عندها خبرات تتعب اي حد. ما فيش شك، هم تكتيكهم عالي يعني دايما انت بتحكم على المستوى التكتيكي ما بيعلى الفرقه، هتلاقي المحصله بتاعت المستوى الاداء اللي الفريق ككل هتلاقي اعلى من المستوى الفردي. وانت لو حللت المستويات الفرديه حتى لو عملتها درجات هتلاقي الاداء الجماعي محصلته اكتر من الاداء الفردي. فدي بترجع للاداء التكتيكي بتاعهم الحقيقه كويس. بينقلوا ما بيطفشوش الكوره، كانوا يعني بيحرروا تحت. تحرك الوعي التكتيكي في الدفاع والهجوم، هي فرقه متواضعه، انا شايفها فرقه متواضعه بس الانتاج بتاعهم يعني هم احرزوا 5 اهداف، يعني في اخطاء طبعا مننا بس احرزوا في النادي الاهلي يعني اكبر تاريخ واكبر فرقه في افريقيا، 5 اهداف في اللقاءين، برغم احنا ما دخلش فينا اهداف في اللقاءات الاخرى، يعني في الاربع لقاءات الاخرى ما دخلش، بس تمام كده المعلومه يعني ما فيش مباراه، يعني هم في مباراه الذهاب الاهلي كان كويس قوي الشوط الاول، الشوط الثاني راحوا برده كده فرصتين خلصوا 2، تيجي الناحيه الثانيه امبارح يعني من نص فرصه، يعني الفرصه اللي بيروحوها جون خلاص جون. نعترف ان في اخطاء برده، بس برده ان هو عامل التوفيق بيفرق، التوفيق وهم موفقين شويه علينا، لان لو حسبت الفرص اللي اتيحت ليهم خلال اللقاءين كم يعني ما يبقاش 5 اهداف، 5 اهداف كتير قوي يعني طبعا حتى على مستوى الفرص اللي اتيحت ليهم 5 اهداف كتير، فهم برضو معانا اعتقد هم يعني كانوا جود لك وحظهم افضل، يعني يمكن دي خلت السكور عالي شويه بالنسبه لهم. ضغط المباريات والاهداف اللي منيا بها مرمى الاهلي امبارح يمكن خلت الجماهير شويه كده تبقى قلقانه، يعني شاف يعني تحس ان جماهير النادي الاهلي يعني حاسه ان في بحاله من القلق، ان ربما يكون في تراجع، لكن ده اكيد زي ما حضرتك قلت لي بيرجع لضغط المباراه، ده بيفرق طبعا. هي الضغوط البدنيه مش بس ضغوط بدنيه، ضغوط عصبيه ونفسيه، الجهاز العصبي نفسه بيجهد، يعني يمكن في وسائل كتير قوي لاستعاده الاستشفاء، اعاده الاستشفاء للاعبين يمكن تطورت كتير قوي على ايامنا مثلا. انما في شك الضغوط النفسيه والعصبيه للاعيبه، انت برضو مطالب انك تكسب، مطالب انك تحافظ على تبقى بتنافس على البطولات وتحصل على البطولات، دايما لعيب الاهلي بيبقى محطوط في ضغوط. بس هو في نقطه جت في ذهني دلوقتي فضلك. يعني انا كنت شايف ان شريف اكرامي كان لازم يأدي برضو المباراه دي. انت حطيته في مرحله ما جاتوش عليه كور صعبه، انما كان في ثقه، ودي كانت يعني كنا خايفين يكون يعني بعده عن الاشتراك الرسمي، حاسس ان الشناوي مجهد او مصاب وكان لازم شريف ياخد فرصه، دي حاجه. والحاجه الثانيه انا ما حسش اللعيب ان هو العوده سهله كده بسهوله. لا، لازم ادي الماتش الثاني في نفس الوقت ادي ثقه لشريف اكرامي يعني وخليه يعني هو استحقه حارس كبير. بالظبط انا ما اخليش المسافه بعيده يعني جت ظروف وجات لي فرصه واديت بشكل كويس. كلامك ده يوضح لي ان انت عايز الحارسين او الثلاثه اللي موجودين في النادي الاهلي كله يبقى جاهز ستاند باي. لازم التنافس يكون قوي. التنافس ممكن ما يبقاش قوي، يعني انا حتى لو شايف ان في مستوى بين اللاعب واللاعب زميله بيلعب معاه في نفس المركز بعيده شويه، انا اقدر اخلي المسافه دي تقرب شويه، اخلق تنافس. بالظبط، اديله فرصه لعب، فرصه يعني في مباريات معينه ممكن تكون اكثر سهوله، ممكن مش محتاجين فوز قوي، بنلعب في ملعبنا، فارقين في اللبنات او الشوط الاول فرقنا بسكور كويس او بعد قدراتك الفنيه اعلى من المنافس، فبالتالي تقدر تدي وتشوف في مباراه زي دي مباراه خلصتها بدري تقدر تعمل تغييره كده برضو تريح لاعب وتشوف لاعب. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا، لازم يكون مش في حراسه المرمى بس يا كابتن، كل المراكز مظبوط، ابقى انا يعني ايه ذهني حاضر ومركز
اللي ممكن يتعمل ده بعيد، لا لازم اجربه يعني، اديله فرصه اداء لعب، محتاج محاضرات نظريه اكلمه، اديله نوع من الاهتمام، تعالى مثلا هاب انت الماتش كويس هايل، تعالى اقعد معايا، تقعد تديله نوع من الاهتمام. يعني انا فاكر دور ليفي سنه 84، دور ليفي ده كان انجليزي وكان مدرب كبير جدا، كان بيدرب منتخب انجلترا قبل ما يجي لنا، ودرب منتخب اعتقد الامارات وجالنا. اهم حاجه عنده كان معاملته تشوف مع اللعيبه المصابه اللي هي بعيده ما بتلعبش، يروح ويهتم بيهم ويجي لهم بدري ويديهم ميعاد بدري ويشوف تدريبهم ويتابع. ايه ده؟ عايز يدخله بالظبط، انت الناس عايز يقول للعيب اللي هو موجود لا طبعًا. ده في لعيب جاي بالظبط. دي نقطه مهمه احنا بنرفعها طبعا عليك. يعني انت النقطه الاولانيه انك بترفع من مستواه، العامل النفسي مهم بالظبط، العامل النفسي مهم اكيد هيرفع لما طبعًا. تدي اللعيب اهتمام نفسي اكيد واهتمام ذهني، تخليه يركز وتقول له شوف الخطا هنا، شوف شوف شوف، ده هيرفع من مستواه. وفي نفس الوقت احسس اللعيب اذا كان هو في فتره ما اساسي، لا الراجل ده قريب منك، انت لو ما اديتش بشكل كويس بمستوى بالزبط. ثابت مش هتلاقي نفسك، هتلاقيه اقصر حرصا. فدي نقطه مهمه، الاخلاق، التنافس داخل التدريب. يعني زمان كان مثلا موجود الكابتن ثابت الله يرحمه والكابتن اكرامي والكابتن شوبير دخل معاهم بعد فتره، يعني ايه ده بقى في تنافس. تخيل مثلا لو شايفين منافسه كبيره جدا لمصلحه الفريق بين الكابتن ثابت البطل بالزبط. الله يرحمه والكابتن اكرامي. فدي نقطه مهمه لازم يراعيها. وانا هو انا شايف ان هو يعني مش عايز اقول اخطا، بس كان لازم يدي الشيف يقربه من التنافس، وفي نفس الوقت يدي احساس لمحمد الشناوي، احنا بنتكلم بصراحه طبعا. ندي احساس لمحمد الشناوي ان في منافس وده لعيب دولي زيك وتاريخ ولازم تشد حيلك، والتنافس يبقى في كده تنافس على طول. دي ترفع من المستوى. ده ده ده, ده بيدي لمصلحه الفريق طبعا، وفي مراكز كتير دي، في مراكز كتير. انا شايف برضو في الارتكاز لازم يدي مثلا اكرم توفيق، اديله شويه، ايه المشكله؟ ابتدى وبعدين مفيش الجاب مش واسع قوي يعني بين الاساسي والاحتياطي تقريبا في كل المراكز. يعني لو لاعب احتياطي اخد واديته فرصه واديته ثقه هياخد، بس هو اللاعب لازم يساعدني ويساعد نفسه. لازم هو يكون واخد الامور بجديه وعنده هدف وعنده اصرار وعنده طموح يعني انا مدرب اديله فرصه، هو لاعب يديني اثبات وامكانيات ولعب بالظبط. هي بتيجي من المدرب وبتيجي برده من اللاعب، لازم ده ليه دور وده ليه دور. انما برضو هو المدرب هو اللي بيوجه، هو دوره الاكبر. انا شايف ديت، يعني هو يقدر يرفع مستوى اللاعب. يعني لازم الناس كلها تبقى في تنافس كده، كل المراكز، ما تبقاش انت بتلعب ريلاكس وحاسس ان انت باي طبعا. مستوى هتأدي وباي مستوى هتلعب. ودي برضو ساعات انت بتدي الراجل اللاعب البديل الفرصه مره واثنين وللاسف ما بيساعدكش، فبيبعد خلاص. اللي بياخد فرصه مره واثنين اي، ما فيش ناصر ماهر في فراغ في وسط الملعب اول مباراه ولاعيب باين ولاعب في الدوري وباين انه كويس والاهلي جابه وراهن عليه، بس لما نزل الملعب عمل ايه؟ بس هو في نقطه، انا ده كان الروح. انا مش عايز اقول احنا تركيزنا او تحيز للجيل بتاعنا، لكن احنا كنا زمان اللاعب بينزل في يعني انا والزمايل ليا وكنا متفقين على الراي ده، انت بتنزل الملعب انت عايز تثبت للناس دي كلها انك لعيب كويس. اللاعب اللي قبل كده ده اللي انت اديته ده يديك الثقه في نفسك كويس، بس انت مش كويس عند الناس لسه عايزه تشوفك، الناس ما تعرفكش. خلي عندك الاحساس ده جواك، انا الناس ما تعرفش مستوايا، تجدد من نفسك على طول. انا اللاعب يديك ثقه كويس، اوكي، الخبرات تديك ثقه، اوكي تمام، انما تنزل لا، انت في اختبار، لازم تحس كده، انت مش بتنام كده على المستوى القديم وان انت يعني لعيب دولي بيت اساسي او ولا تعمل مبارتين تريح عليهم. فدي نقطه، دي نقطه سلبيه موجوده في الفريق. لازم لابد ان تعالج. وزي ما قلت احنا اتكلمنا برضو في نقطه الاجهاد، قلت لك الشوط الثاني الاداء ممكن الشوط على الشوط الثاني الاداء بتحسن، ده اجهاد. هو يعني بمباراه الانتاج اللي جايه يبقى الاهلي خاض 10 مباريات في خلال 40 يوم، يعني مباراه الانتاج الجايه يبقى الاهلي 10 مباريات في 40 يوم، فده ضغط مباريات قوي جدا يا كابتن. طبعا طبعا، ما زي ما تقول لك انت عليك دور انك تجهز البديل، والبديل ليه دور ان هو ياخد الامور بجديه برضه، ولازم يخش في تنافس مع زميله، وزي ما حضرتك قلت اما ياخد الفرصه لازم يثبت وجوده. دي سياسه التدوير بقى، سياسه التدوير تتم ازاي؟ يعني انت ممكن يبقى عندك لاعب اساسي وماشي كويس وتكلمه ان هو هيريح عشان ما يبقاش مجهد، وانت حضرتك قلت ان المسافات قريبه واللعيبه اللي موجوده على مقاعد البدلاء في النادي الاهلي لعيبه جيده تستحق انها تاخد فرصه. طبعا
مفيش شك. وزي ما احنا اتكلمنا في سياق حديثنا انك تزود التنافس داخل الفريق. انا مش التنافس في المباراه الوديه او الرسميه مع المنافس في لا ده في مع زميلي في الملعب في تنافس فالتدوير ده مهم طبعا مفيش شك. وليه دور طبعا المدرب ودور طبعا اللاعب اللي هو بياخد الفرصه لازم يستغلها. المدير الفني الفرنسي كارتينو اعتقد ان هو بدا خلاص يعرف اوراقه كلها في الفريق بمساعده طبعا جهاز معاون محترم بقياده الكابتن محمد يوسف. هل شايف ان المدير الفني الفرنسي قدر خلاص يعرف كل نقاط القوه والضعف في الفريق، شاف كل اوراقه، ولا لسه برضه عايز وقت شويه؟ هي برضه هي قياس المستوى او تقييم مستوى اللاعبين مش هيعتمد على على التدريب فقط. لازم في لعيبه كتير قوي مستواه بيقل مع التنافس لانه ممكن يكون ما عندوش ثقه مثلا، ما عندوش اصرار، يعني النواحي النفسيه والذهنيه التركيز قليل عنده شويه، فتلاقيه دايما مستواه يقل دايما مع المباريات الرسميه، يقل مع المباريات القويه اللي بتتلعب فيها على بطوله اللي بيبقى فيها ضغوط نفسيه قويه، لازم يكون عنده قدره على تحمل الضغوط دي. فهي محتاجه يعني رؤيه وتقييم في التدريب ورؤيه وتقييم برضو في المباريات الرسميه. ممكن يكون لعيبه برضو، وفي لعيبه العكس على فكره، في لعيبه يعني فعلا في لعيبه كابتن زي ما بنسمع لك لعيب ده لعيب بتاع تمرين وبيدي، لكن في الرسمي بيختفي شويه. في لعيب يعني ما بيجيش نفسه في التدريب لكن هو عارف يعمل ايه في الرسمي. بالظبط، هي بترجع بقى لواحد الناحيه النفسيه والناحيه الذهنيه. لعيب عنده قدرات، يعني عنده ثقه في نفسه، عنده تركيز عالي. في لعيبه بتبقى اكثر تركيزا في المباريات الرسميه وتلاقي اداؤه يقنعك اكتر من مستوى التدريبي. هي دي بقى الحاجات دي هتاخد يعني فتره لحد ما بسيطه ان شاء الله، لان في لعيبه يمكن ما خدتش الفرص دي، فانت لازم يبقى عندك حكم على الحكم عشان تبقى الرؤيه واضحه بالنسبه لك كمدير فني. يبقى انا عارف اللعيب ده مستواه ايه في المباريات الوديه، في التدريب، في المباريات الرسميه، في مباريات الضغوط. حتى في واحد يديلك مستوى عالي جدا ما يكون المنافس ضعيف. يعني بالظبط، يعني انا كمدافع، انا بتكلم عن نفسي مثلا، ما كنت بلعب في المباريات الوديه بلاقي المستوى ضعيف المنافس، بالعكس انا بدي مع المستوى الاقوى مثلا يعني. تمام، مثلا. فدي كلها دي تحاليل تخش في تحاليل، يعني عشان الرؤيه تبقى واضحه للمدرب، عشان في كل ماتش هتلاقي في لاعب مناسب. انت كمدرب برضه واقف على مميزات موجوده في كارترون، هعرف منك مميزاته، لكن بعد فاصل نعود مره اخرى للتواصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي الليله. بقى قبل فاصل سريع كنا بنتكلم عن مستر كارترون، لكن عايز اقول لكم ان الـ يعني الانتقالات الاوروبيه او موسم الانتقالات، عدد من الدوريات الكبيره خلاص يعني الانتقالات منتهيه تماما. في بعض الدوريات فيها مازال الانتقالات، يعني الدوري الانجليزي قفل، الدوري الايطالي قفل، الدوري التركي لسه شغال. الدوري الانجليزي السنه دي عمل 2600 حاله تنقل على مدار دورياته المتعدده، الدوري الايطالي عمل 6000 حاله من التنقلات على مدار يعني دوري الاول، القسم الثاني، الثالث، الرابع، الاجواء دي. ولكن عندنا خبر مهم، كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي اللي في الساعات الحاليه قبل غلق باب القيد في الدوري التركي اللي بيغلق يوم 31 اغسطس راح فريق بشاكتشير، ودي فرقه كبيره جدا فيها اديبيور النجم الكبير واردا توران، وهو لعيب مميز جدا ان شاء الله نتمنى انه اللي ياخد فرصه في الدوري التركي ويظهر بالشكل المطلوب. ارجع تاني للكابتن محمود صالح واقول له قبل الفاصل كنا بنقول كارترون عنده مميزات ظهرت في المباراه اللي فاتت. لا، وفي نقطه مهمه يعني تخطيط الوحدات التدريبيه، دي نقطه مهمه جدا. انا يمكن تابعت مرتين كده التدريب، فانا كنت عاجبني التدريب يعني تخطيطه يعني. وكنت بالصدفه كده قابلت زميلنا كابتن احمد فتح الله، يعني هو كان اشتغل مع كارتيرون، مستر كارتيرون في دجله، في دجله، فقلت له التدريب وكذا وكذا وانا كنت مبسوط. قال لي لا، هو فعلا انا اشتغل معاه فتره طويله طبعا، وقال لي انا فعلا
انا دي كان من احدى مميزاته، ودي نقطه مهمه. المدرب برضو مش كوتش بس في المباريات، انما التخطيط ده الاساس، ده اللي ببني عليه المستوى، وده اللي ببني عليه بصحح الاخطاء، وده اللي بركز فيه على المميزات، وده في عندي مشكله في الجانب الخططي ولا الدفاعي ولا المهاري، انا اللي بصحح. عنده جرأه في التغييرات يا كابتن، لاحظت في ماتشاته الاخيره يعني بيدفع باوراق هجوميه بشكل معين برضو، يعني عنده جرأه شويه هجوميه. هو اللي بيوضح كده، ما انت لازم يكون عندك تفكير مسبق قبل المباراه، تتخيل سيناريوهات انك في مشكله في لاعب، في تغيير خطه لعب، في تكتشف حاجه في المنافس ازاي تبقى تحط لها حاجه يعني تبقى تدافع بيها، في مشكله في الناحيه الدفاعيه عند الفريق المنافس، يعني بتقعد تفكر مع نفسك. فانت لما تيجي الموقف يجي يعني الموقف يتم بشكل طبيعي كده، هتلاقي طبعا الفكره ذهنك حاضر وهتلاقي قرارك سليم، فده اكيد هو بيعمل كده يعني، ما فيش شك. يعني كارترون لما فنش مجموعته في افريقيا وهو البدايات للنادي الاهلي كانت يعني بعيده عن النتائج الايجابيه، سواء كان الهزيمه من كامبالا او التعادل مع الترجي، يلعب مباراتين تاون شيب يكسب المباراتين، يكسب الترجي بره، يكسب كامبالا، يعني هو العلامه الكامله في المباراه اللي لعبها. في شك، هو برضو عنده خبره في كان مدير فني المازيمبي، واكيد عنده خبرات كويسه في الكره الافريقيه واسلوبهم وطريقتهم. تفرق ده يا كابتن؟ اه طبعا، الاحساس يا كابتن، الاحساس هي الكره ما بتتغيرش، الملعب واحد بس الاحساس، شكل الملعب، شكل اللاعبين، شكل الجمهور، الاجواء اللي بيلعب فيها، اوض الملابس، الاجواء، المناخ اللي بتلعب فيه لو اتغير طبعا، يعني هي دي نقطه مهمه، الاجواء دي هو يحس بيها، ما بقاش الموقف غريب عليه، هو التجارب دي مر بيها كتير، فتبقى سهل جدا في ان هو قراراته تبقى سليمه، ويبقى في تركيز عنده، ما يفاجئش بحاجه هو مش متعود عليها، تلاقي في خلل في تفكيره، خلل في قراره، انما دي طبعا ما فيش شك الخبرات بتفرق كتير قوي، طالما هو عنده خبرات في النواحي الكره الافريقيه. هتكلم على لعيب بيتطور قوي مع النادي الاهلي وبيثبت في مكانه اكتر واكتر واستحق الفرصه دي، كوليبالي. لكن عايز اتكلم، هتكلم على كوليبالي لانه جاي ناضج، رغم انه يعتبر جاي فري ترانسفير وجاي مجانا للنادي الاهلي، وكانت رؤيه الكارترون. هاخد اللعيب اللي انت قلت على الاول وبعدين هقول لك لعيب تاني. كوليبالي انا قلت كوليبالي، ما انا بقول لك هاخد لعيب اللي حضرتك قلت عليه وبعدين هقول لك على اسم لعيب تاني. طيب اتكلم على كوليبالي يعني. لا احسن كتير الحقيقه، يعني هو اولا عنده تركيز عالي جدا، قوي قوي قوي، يعني مركز طول الوقت 90 دقيقه طول عنده تركيز، طبعا قوي في الدفاع الحقيقه، طبعا ضربات الراس في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، احرز 3 اهداف مؤثرين، ان شاء الله يحرز تاني. النوعيات دي الشخصيه دي بتدي ثقه لزمايله، ولازم يبقى في قائد وليدر ورا ويتكلم، وعشان انا اتكلم وعشان انا اوجه لازم يكون انا بدي انا القدوه، انا اللي هو جديد على الفرقه خالص. ما تحسش ان هو جديد؟ لا اخذ الخطوات دي بسرعه. يعني انا كنت شايف الاداء بطيء شويه، الفوت ورك عنده ضعيف، دي ممكن يكون فتره اجازه، فتره اعداد. لا يعني انا شايف المستوى، الارتفاع في المستوى بيتم بالمؤشر عالي، يعني بميل عالي، باتجاه عالي، مش ببطء ماشي، لا وهتشوفه احسن من كده بكتير. ومفيش شك هو لعيب دولي في منتخب مالي، لعب اعتقد 26 مباراه دوليه، عدد كبير، عنده خبرات والتركيز، وبعدين عنده اراده وعنده طموح، هو مش جاي، لا هو لا يعني انا متخيل ان هو ممكن عايز يبقى في يوم من الايام او تجيله فرصه احتراف في الخارج، في اوروبا، في انديه كبيره، انا شايف هو تفكيره كده، ودي في صالح النادي الاهلي رغم ان سنه كبير على الاقل، انا ما اعرفش السن بالظبط كام، ومعدي ال 30، مش مشكله يعني، يقدر يدي 3-4 سنوات، انت كويس ان هو في السن ده وبرضه بيحافظ على مستواه، ومستواه بيقف على رجليه وبيأدي كويس طبعًا جدا. طبعا اللعيب اللي عايز اقول لحضرتك عليه وليد ازارو، مهاجم ابتدى يتطبع قوي مع الفرقه، تحركاته خلاص حافظ اللعيبه في التحرك. الاول كان فيه مشكله في النادي الاهلي في العرضيات، ما كانش عندك اللاعب اللي لعب هيدرز كويس، فكانت العرضيات دي نصها بيروح بشكل غريب. النهارده ازارو بيتفنن في احراز الكرات براسه، هو فاجئني الحقيقه بانه عنده الميزه دي. يعني يمكن الموسم اللي فات انا ما حسيتهاش، كان بيجي من تحت. بالظبط، التحاماته في الكرات العاليه، كان الموسم اللي فات كان اجاي ساعات يلعب قدام
وهو يعني يشفته مع بعض، كان بيلعب شادو سترايكر اكتر فكان بيجي برجليه من تحت. بالظبط كده، انما دي ميزه كويسه بتضاف ليه. كويس، لازم اللعيب دايما في تطور، هو سنه صغير 22 سنه تقريبا وليد ازارو، التطور في المستوى برده ماشي بشكل كويس، في زي ما قلنا في امكانيات بتظهر مع اللعب والخبرات، فدي حاجه كويسه. عنده ثقه كويسه، حتى ثقته في التهديف افضل، يمكن لو جبنا نسبه التهديف بالنسبه لعدد الفرص اللي بتتاح ليه كانت زمان السنه اللي فاتت كانت الفرص اللي بيحرزها من الفرص المتاحه اقل كنسبه وتناسب كانت اقل من السنه دي، فدي دي حاجه كويسه. هو حتى اداؤه يعني انا شايف فيه ثقه كويس، في ثقه يعني دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه بيتطور وبيأدى اداء كويس. بالظبط، حتى روحه مع زمايله اعتقد في انسجام وفي روح طيبه بينه وبين زمايله وفي تفاهم اكتر من الاول. يعني النقاط احنا اتكلمنا في كذا نقطه كده، دي حاجه كويسه في خلال موسم واحد ان هو يقدر يوصل. كان ينقص المباراه امبارح حضور عدد كبير من الجماهير، بمناسبه الخبر ده الاهلي بيفتح باب طبعا تسجيل امام الجماهير لحضور المباراه بدايه من مباراه الانتاج المقبله. اتحاد الكوره عامل نظام هيبقى فيه 3000 مشجع، وبالتالي فتح باب الحجز وتسجيل بيانات على نظام الاونلاين تسجيلا لدخولهم المباراه بموجب التذاكر اللي هيتم طرحها ابتداء من لقاء الانتاج الحربي. ودايما الفريق بقى المنافس او مصاحب الارض هيبقى له 500، فدي بدايه حلوه لعوده الجماهير. كل جماهير النادي الاهلي تبدا التسجيل البدايه من مباراه الانتاج الحربي 3000 مشجع. وهو الجمهور هو اللي هيعيد نفسه، مش القرار، هو الجمهور نفسه. انا عجباني الجمله دي يا كابتن، الجمهور هو اللي هيعيد نفسه مش القرار. فدي يعني كده زي ما بنقول للاعب لما بتاخد فرصه يمسك فيها، بنقول للمشجع لما تروح اكد لهم انه بدل الثلاثه يبقوا 10. التشجيع بالتزام اكيد هو ده اللي هيزود العدد. انما لو حتى بدانا ب 500 مشجع او 1000 ومفيش التزام ومفيش شغب هنرجع تاني نقطه صفر. فالجمهور عليه يعني مسؤوليه كبيره الحقيقه. وانا شايف انا عايز الجمهور كل الجمهور يبقى متحمل المسؤوليه، يعني اللي متواجد وشايف يعني مشجع جنبه بيحاول يغلط بيحاول يهدي ويحاول يعني الناس تبقى روحها كويسه مع بعضها داخل المدرج. النهارده اجيري وجهاز الفني المنتخب بيعلن باقي قائمه الاختيارات لمباراه النيجر المقبله. يمكن جاءت اختيارات المحليه في حراس المرمى محمد الشناوي وجنش، بعد ما طبعا كان مختار محمد عواد من الوحده السعودي ضمن حراس المرمى. في الدفاع اتصاب ولا حاجه؟ محمد عواد يعني اتصاب ولا حاجه؟ لا، واخده في القائمه الاولانيه للمحترفين. فالنهارده اعلن الباقيين بقى من المحليين محمد الشناوي وجنش. في الدفاع محمد هاني وايمن اشرف وباهر المحمدي وعلي جبر ومحمد حمدي واسلام جابر، وفي الوسط طارق حامد ومحمد صادق، وفي الهجوم صلاح محسن واحمد جمعه وحسام حسن. يبدو يعني ان اجيري كده وجهازه المعاون ابتدوا ينزلوا بالسن شويه، في مفاجات كتيره منها استبعاد الكابتن احمد فتحي من الاختيارات، استبعاد كهربا، ففي عدد من الاختيارات، ولكن هي وجهه نظر يعني الجهاز الفني. هي طبعا اللي هيحكم عليها بقى بنخش في يعني في الناحيه العمليه بقى، يعني هل الاختيارات هتكون فيها اخطاء او انا عايز احكم المباراه بقى اللي هي الوديه، اذا كان لعيب بيتاح لي فرصه في ماتش رسمي او ماتش ودي. وطبعا ما فيش الماتش اللي جاي عندنا المباراه الرسميه امام النيجر 8/9. بالظبط، يعني مش عايز اعلق أو يعني هو واضح انا فوجئت طبعا باحمد فتحي وكهربا استبعاد ليهم. انا بقول لمحمد هاني برضه فرصه كويسه، انا يعني انا شايف ان هو مستواه المفروض يكون افضل كتير قوي من مستواه اللي هو بيأديه في الملعب، هو امكانياته المفروض افضل من كده، عنده اكتر طبعا الراجل. يعني الـ 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 يعني انا افتكرت حاجه كده، موقف كده لما بدات العب كوره كان موجود كالوتشاو المدير الفني، وكان مشي دوكوتي، بس هو اللي كان جايب كالوتشاي فقعد معاه فتره كده شهرين، وبعدين لعبنا احنا كفرقه 20 سنه ماتش ودي مع الدرجه الاولى، انا ما كانش حد يعرفني. انا ليه هقول لك الكلام ده يعني؟ فهو قال لهم ده لعيب كويس يلعب درجه اولى، ده مصر دوكوتي. فكان بيضربنا الكابتن احمد ماهر الله يرحمه. الا الله. بيقول لي انا، مش معنى ساب الناس دي كلها. كانت مفاجاه للناس كلها ان قال عليا انا. انا نفسي فوجئت الحقيقه.
بس الكابتن قال كلمه كويسه جدا الكابتن مهند الله يرحمه، قال لك بس هيدوكوتي رايه صح لان هو بيفهم احسن مننا. مفيش مدرب يقول كده. فقد يكون المدرب ده بيفهم احسن مننا في اختياراته، ممكن ممكن بخبرته وتاريخه. هو واضح كابتن محمود ان هو عايز ينزل يعني يخفض المستوى العمري للمنتخب، بيعتمد كله على شباب صغير، عايز يشوف شباب تاني اكتر، مباراه مش المباراه الثقيله برضو اللي يبقى فيها كل القوه، فربما برضو زي ما انت قلت بيدي فرص للبعض يشوفهم في مثل هذه المباريات. لان يعني ما حدش هيختلف على كهربا، ما حدش هيختلف على احمد فتحي، ما حدش هيختلف على اللعيبه الكبيره. بس المهمه دي يعني دي بقى فرصه عمرهم، اللعيبه اللي هي داخلين جداد على المنتخب، فرصه عمرهم قد لا تتكرر. فنصيحه ليهم لازم يمسكوا في الفرصه دي بكل قوه لاثبات وجودهم. يعني ممكن تلاقي مثلا محمد هاني بيبدا اساسي، عنده فرصه. ايمن اشرف ممكن يكون عنده فرصه يبقى اساسي. ممكن جنش نفسه في حراسه المرمى عنده فرصه يبقى اساسي. بس انا شايف الحق دي انا هتبقى صالح الفرقه. يعني التغيير ده هتفوق الناس. شايف ودي مرحله مطلوبه دلوقتي، هتشد البعيد لفوق. واللي هنا ده ما بقاش ريلاكس ولا مبالاه وعمال يقع. كوبر على مدار الفتره دي ما عملش، يعني ما شفناهوش غير في اوراقه خالص. هو اعتمد على مجموعه من البدايه، فضل معتمد عليهم، ربما البعض حتى قبل كاس العالم طالبوا يضم عدد من اللعيبه على راسهم حسين الشحات، على راسهم وليد سليمان، بعض اللاعبين، ولكن ما كانش هناك اختيار. حتى لو انا مش مقتنع بالبديل 100% انا ممكن ما هي القرارات بيبقى ليها اهداف مختلفه. يعني انا البديل ده ممكن بدخل البديل عشان اعده، وممكن ادخل البديل عشان احسس الاساسي لا في بديل، خد بالك تحذير ليك، ممكن ده اللي يبدا وممكن ده اللي يعني يتفوق عليك وهو اللي يبقى اساسي. فهي هو انا شايف اللي عمله ده صح، انا شايف هتجيب نتائج ايجابيه سواء بيدي الفرصه، ممكن ده حتى لو ما نجحش البديل انما هتلاقي فرصه الفترات اللي جايه. احمد فتحي هيأدي بشكل افضل اكيد. مفيش شك. هنلاقي كهربا هيأدي بشكل، يعني مثلا كهربا انا شايفه اخر ماتش اللي كان نجوم المستقبل تقريبا بيلعب يعني لامو، عاد في شيء من لامو بلاه بشكل فردي اكتر، مش مجهز، مش محضر نفسه. كرة هتيجي هيتصرف ازاي، لما تيجي يبتدي مش عارف يحتفظ بيها، ده مش لا هو انا اللي عمله الراجل ده صح، انا مقتنع بيه تماما. شايف هو فاجئني بس انا معاه. انا معاه هتجيب نتيجه ايجابيه، لا اما يشد البعيد لا اما يصحصح بقى اللي هو القريب الاساسي. شايف ان لازم العمليه دي تبقى شغاله على طول. مهمه في المنتخب اكتر كمان طبعا، لان عندك القماشه كبيره وتقدر تاخد بالظبط فرصه الاختيار او تجهز بالظبط بالظبط، ويبدا عندك لعيبه كتير. لكن شايف ان اللعيب اللي بيقع عليه اختيار كاختيار اول لازم يثبت نفسه، وشايف اللعيب اللي خرج من الحسابات لازم يؤكد انه يستحق العوده. هو كده خلاص عملت، احنا بنتكلم طول الحلقه خلق التنافس بين اللاعبين وبعضهم، هو عملها بقى. انا ما عنديش هقول. انا اتذكرت برضو حاجه تانية، سنه 88 كان بيدربنا مستر فايسن الماني، مدرب رائع طبعا، احسن المدربين اللي جم طبعا، وقدمنا احسن كوره في الموسم ده. لما جه اول ما جه قالوا له بص ده اساسي وده احتياطي وده مش عارف، قال انا مش ماليش دعوه، ما فيش حد يقول لي اساسي واحتياطي، انا هشوف وانا اللي هقرر. فالمعلومه دي وصلت للعيبه كلها تمام، بس كله ينزل يجهز. وعشان كده خد بالك اللعيبه ادت احسن مستوى ليها في هذا الموسم. طيب يعني بص حسام حسن كان احسن مستوى ليه كويس، هاني رمزي كان اول موسم ليه كسر الدنيا، كابتن ثابت كان بعيد عمل موسم رائع، الموسم اللي ما كانش كل واحد عارف ان المدير الفني اللي جاي بالزبط. مش هياخد بره وقلم ده كويس وده، انا هشوف بعيني مين كويس ومين وحش. انا مريت بتجربه شخصيه، ما كانش عايز يأيدني. وانا كان بقالي تقريبا 8 سنين بلعب اساسي. قالوا ده اساسي، قالوا لا هو مش عاجبني، ده مش هيتأيد. قالوا طب نأيد، ده مش عاجبني بس ده مش هيتأيد. فالمعلومه وصلت لي قاتلت والحمد لله. من اول ماتش لعبت كل الماتشات في الموسم. احساس بالخطر، لازم اللعيب يكون حاسس ان هي اللعبه مش سهل، مش تاريخك اللي هيلاعبك، والمستوى الواقعي الحالي ده اللي هو اللي حيلعب. اخيرا اجيري النهارده وهو بيدرب المنتخب المصري وعنده تجربه مباشره يوم 8/9 امام النيجر، مباراه مهمه، المنتخب المصري بقاله فتره بيلعب بتاكتكس وبفكر معين وفكر دفاعي، هل هذا الرجل قادر في مباراه انه يغير فكر؟ طبعا معظم القوام هيكون من القوام الاساسي للمنتخب المصري واللي كان موجود مع كوبر، هل اجيري يقدر يغير
في المعسكر القصير اللي جاي، طريقه اللعب ويغير من الشكل العام للمنتخب. انت حضرتك قلت في سياق حديثنا قلت نقطه مهمه اللي هي في فرصه. قد يكون المستوى بدون استهتار، بدون لازم يحترم المنافس، بس هو الاداء او المستوى المتوسط بتاعه يقدر يغير في سواء في التشكيل او في طريقه اللعب اللي عايز يجربها. مهم جدا خلي الفرص في المباراه الوديه في ماتش رسمي حتى مستوى المنافس متوسط، مش عايز اقول ضعيف طبعا، ده ماتش دوري مش هيقل عن مستوى عن المستوى المتوسط، يبقى عندك فرصه للتجربه. انما ما تجربش في ماتشات صعبه وتجيب لعيب جديد او خطه لعب جديده او طريقه لعب جديده، خلي دي ما ينفعش في المباراه الصعبه كده ومباراه البطولات. انما انت عندك التدريب تقدر تعمل كده، عندك المباراه الوديه حتى لو منافس قوي انت بعيد عن الصراع على البطوله او على النقاط تقدر تعمل كده. يبقى قلنا التدريب في المباراه الوديه حتى لو كان بالعكس، حتى المباراه القويه الوديه بتبقى التجربه فيها افيد. تمام. المباراه الرسميه اما يكون المنافس مستوى متوسط تقدر تجرب، بحيث ما تيجي تلعب مباراه صعبه على بطولات كبيره يبقى انت جربت اللعيبه ويبقى اختياراتك الى حد كبير يعني فيها صواب. كابتن محمود صالح شرفتني ونورتني، انت موجود في بيتك واحنا اللي ضيوف على هذا المكان. طبعا انت نجم نجوم النادي الاهلي، النجوم الكبار اللي قد بشكل كبير، واتكلمت معاه بشكل كبير جدا وبشكل مهم في دفاع النادي الاهلي ورؤيتك الكبيره. واخيرا لو حابب تقول اي حاجه. لا انا بقالي كتير ما جيتش هنا فانا سعيد ومبسوط. احنا اللي مبسوطين، سعيد جدا يعني ان انا جاي قناه الاهلي. احنا اللي مبسوطين ودايما سعيد برضو بحضرتك وحضرتك يعني انا اكون متواجد معاك، مبسوط بالحوار والحقيقه بحييك على يعني ادارتك على راسي يا كابتن. ربنا يخليك، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. لسه فقرات معانا ما بتنتهيش النهارده في الاهلي الليله. هطلع فاصل لان بعد الفاصل هيكون عندنا فقره جديده في الاهلي الليله. فقرة مهمة جدا، فقرة كده لو حطينا عنوان هنقول دستور الأهلي. دستور الأهلي أو لائحة الأهلي. كل أعضاء الجامعة العمومية للنادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي عايزين يشوفوا لائحة النادي الأهلي. هتكون في فقرة في الأهلي الليلة الفقرة الجاية، وهتكون موجودة معاكم علشان تعرفوا لائحة النادي الأهلي من خلال الإعلام الكبير الأستاذ شريف فؤاد. بعد الفاصل الأستاذ شريف فؤاد وفي ضيافته الأستاذ طارق أنديل.